ما الذي تريده ميليشيا الحوثي بالاستحواذ على العملة الوطنية؟ وماذا بيد البنوك والصرافين في مناطق سيطرة الحوثيين ليحذرهم البنك المركزي من التعامل مع الانقلابين؟ ما ذنب المواطن ليمنع من شراء ما يسد به رمق أطفال؟ نهبت ميليشيا الحوثي البنك المركزي وسطت على احتياطاته النقدية. قيادة الميليشيا بعضهم خزن ما نهبه والبعض استخدمه في عمليات غسيل وتبييض أموال واسعة داخليا وخارجيا. وبعد قرار الحكومة الشرعية طبع عملات جديدة وجد ناهبون أن ما خزنوه لن يصبح مقبولا للتداول، لذا لجأوا لحيل جديدة آخرها منع التعامل بالعملة الجديدة ومصادرتها إجباريا ليستبدلوه على الأرجح بما لديهم. لكن المتضرر الأكبر من هذا الإجراء هو المواطن العادي الذي أصبح محظورا عليه شراء المتطلبات المعيشية بالعملة الجديدة، ووجد نفسه مضطرا للقبول بشكل أو بآخر بالحلول والحيل الحوثية. الحكومة الشرعية من جهتها اعتبرت هذه الممارسات أنها تؤثر على قدرتها في توفير مرتبات الموظفين، وأنها تقطع الطريق أمام الحلول الاقتصادية التي تبذلها الشرعية في سبيل تعافي الاقتصاد المحلي. ما أبعاد الخطوات والإجراءات الحوثية؟ وما الذي يفترض أن تقوم به الحكومة الشرعية للتصدي لها حماية للعملة الوطنية وللبنوك وللمواطن أولا وأخيرا؟ نبدأ النقاش في تفاصيل موضوع هذه الحلقة بعد أن نتابع التقرير. في استمرار للفوضى التي تمارس ضد الاقتصاد اليمني، قررت ميليشيا الحوثي مصادرة العملة الوطنية الصادرة عن البنك المركزي اليمني بعدن عبر اختراع جديد أسمته الميليشيا بالنقد الإلكتروني، حيث أمهل الحوثي التجار والصرافين والبنوك والمواطنين 30 يوماً لتسليم ما بحوزتهم من الفئات النقدية الجديدة. الحكومة اعتبرت تصرف ميليشيا الحوثي بمثابة نهب منظم لرأس المال الوطني تحت غطاء مؤسسات الدولة الواقعة تحت سيطرتها. وقد وصف وزير الإعلام خطوة الميليشيا بأكبر عملية نهب منظمة في التاريخ، حيث وزعت استمارات بصنعاء لتعويض العملة الوطنية بنقد إلكتروني ليس له أثر مالي أو قانوني. البنك المركزي وجه تحذيراً لجميع البنوك وشركات الصرافة في جميع المحافظات من التعامل مع سلطات الإنقلابيين، وأكد بنك عدن في بيان له على أنه السلطة التنفيذية الوحيدة في الجمهورية اليمنية المعترف بها دولياً، وهي التي يحق لها إصدار أو إلغاء العملة سواء كانت ورقية أو إلكترونية. وقد اعتبر القبول بأية تعليمات صادرة من غير بنك عدن إضراراً بالعملة الوطنية وارتكاباً لمخالفات قانونية تستلزم الإجراءات والعقوبات اللازمة. الخطوة الحوثية عدت بنظر اقتصاديين بمثابة حرب جديدة ضد الاقتصاد الوطني الذي يعيش تدهوراً غير مسبوق في تاريخه، بينما اتهم حكوميون ميليشيا الحوثي بالاستمرار في استكمال مسلسل ضرب البنك المركزي الرئيسي بعدن. لكن التساؤلات تبقى مفتوحة حول قدرة الشرعية على تنفيذ إجراءات عملية ضد اعتداءات الحوثي على سيادة البنك واستقلاله، في الوقت الذي تسجل فيه تخوفات محتملة على البنك في عدن من قبل ميليشيا المجلس الانتقالي. إذن مشاهدين، أهلا بكم، تابعنا التقرير حول موضوع الحلقة، وأرحب بضيفي هنا في الاستوديو الدكتور شهاب العزعزي مستشار مالي وخبير اقتصادي. أهلا بك دكتور شهاب، وسينضم إلينا أيضا ضيوف لاحقا في هذه الحلقة. أهلا بك دكتور شهاب. بداية تعليقك مبدئيا على هذه القرارات والإجراءات، ما الهدف منها؟ الهدف منها أنه الحد من المشكلة. المشكلة الآن اقتصادية لكن لها ارتباط في الجانب الاجتماعي والسياسي، أثر أيضا على المواطن من ناحية الإنسانية، من ناحية المعيشة. الأثر يلمس كافة القطاعات، البنوك والصيارفة ورجال الأعمال، الكل متضرر سواء كان رجال أعمال أو كان مواطنين عاديين من المستوى المعيشي العادي. القرار كان له دور سلبي من ناحية أنه وصل إلى واقع موجود مفروض على الجميع يجب التعاطي معه من قبل المجتمع الدولي، لأنه قرار استخدام عملة إلكترونية ليس قرار عبثي
أكيد له ارتباط بتنسيق مع المجتمع الدولي المرتبط فيه أطراف خارجية. عندك البنك الدولي طرف، صندوق النقد طرف، الأصل أن يكون هناك تحرك على مستوى عالمي. لا يمكن لأي دولة أن تصدر عملة إلكترونية إلا باعتماد هذه العملة، مثل أنك تصدر أي عملة محلية أخرى. وبالتالي يبدو أن هناك تنسيق قاموا به أصحاب القرار، فالأصل أن يتم التعاطي مع الموضوع بجدية ويتحمل الجميع مسؤوليته، ما في أحد يستطيع أن يتخلى عن هذه المسؤولية، يعني هذا بشكل طيب رئيسي. تقول أصحاب القرار وتقصد هنا الحوثيين؟ نعم. قاموا بتنسيق مع من؟ المجتمع الدولي. وعلى ماذا تم الاتفاق؟ أنه بنعمل عملة إلكترونية وأنتم تغضوا الطرف عن الموضوع. أنا متأكد من هذا الكلام، مستحيل يكون أنه عملوا هكذا مزاج. وبالتالي الحكومة الشرعية عليها أن تتواصل مع المجتمع الدولي، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي. الأصل أن هذه الأسئلة التي وجهتها لي توجه إلى وزير المالية، محافظ البنك المركزي اللي تابع للشرعية، واللجنة الاقتصادية، يقوم بتحركات دولية. ما هو ردة فعل المجتمع الدولي إزاء هذا القرار؟ هل بيتم إلغاء التعامل مع هذه العملة، الاعتراف بها؟ كيف نتصرف؟ لأنه هذا موضوع سيادي يتعلق باعتراف دولي بوجود هذه العملة. إذا تم الاعتراف بهذه العملة يعني تم اعتراف بوجود هذا الكيان أو بهذا الوجود الموجود في على أرض الواقع. وبالتالي الموضوع أكبر من حجم اليمن، ليس مجرد طرفين، طرف حكومة شرعية وطرف حكومة في صنعاء. الموضوع له ارتباط بالاقتصاد الدولي، بالاقتصاد المحلي، بشراكات خارجية. الموضوع له ارتباط بجانب سياسي. يبدو أنه المسرحية الملف اليمني قد قرب على الانتهاء. مسرحية حرب عسكري، مسرحية حرب سياسي مفاوضات، الآن وصلوا إلى مرحلة مسرحية اقتصادية. العملة الإلكترونية. أيوة نعم. تقول لديها ارتباطات سياسية واقتصادية، لها ارتباط أيضا بالشبكة العنكبوتية بالنت. طبعاً. في بلد لا يوجد فيه إنترنت، تتحدث عن عملة إلكترونية، البعض يقول هذا عبث. صحيح، ولذلك دولة مستقرة، أي دولة بالعالم مستقرة اقتصاديا، مش من السهل أن تصدر قرار زي هذا. ما بالك نتكلم عن بلد ما في أصلا استقرار، كيف يصدر قرار مثل هذا؟ إلا أكيد في من خلفه أدوات معينة. لدي فضول لأعود وأسألك دكتور، هل هناك دول في العالم تتعامل بهذه العملة الإلكترونية؟ وأيضا نتحدث أيضا عن استبدال ومنع العملة الجديدة. هي مرتبطة ببعض يعني. طبعا. الآن نشرك بالنقاش معنا ضيفنا من كوالالمبور عبد الواحد العوبلي، باحث اقتصادي. أهلا بك عبد الواحد العوبلي. تسمعني؟ اهلا مساك سعيد اخي سامي. طيب عبد الواحد ارحب بك واسالك، ماذا يريد الحوثيون من هذا القرار؟ اسمعك كويس. العمله الالكترونيه، منع التداول بالعمله الجديده. هو واضح ان الحوثيين زي ما حاولوا كل مره انهم يمنعوا وصول العمله الجديده الى المواطنين، هدفهم الاساسي من الموضوع هو مصادره اكبر قدر ممكن من النقود الجديده من المواطنين والتجار والصرافين، لانه ما عندهم العمله القديمه، وقد يخشوا انه مثلا الحكومه تقرر أن العملات القديمة تصبح غير صالحة للاستخدام، وبالتالي يفقدوا قيمة ما نهبوه طوال سنوات. هذا من ناحية. من ناحية أخرى هم برضو هذه تعتبر فرصة بالنسبة لهم أنهم يجمعوا أكبر قدر من الأموال، وهي واحدة من طريقة من طرقهم العديدة والمختلفة لابتزاز الناس ولأخذ أموالهم بالباطل. طيب تعليق لك دكتور شهاب على هذه النقطة التي تحدث بها الأستاذ عبد الواحد فيما يخص التخوفات من أن يتم إلغاء
ومنع التعامل بالعملة القديمة؟ ما في تخوف، هي الفكرة أنه بيتم العمل بالاثنين، العملة المحلية الموجودة حاليا بيتم التعامل معها، ولكن هذه وجود العملة الإلكترونية بتكون بشكل موازي بحيث أنه تغطي عجز واستنزاف سيولة، مثل ما تفضل الضيف قد يكون هنا هدف معين للحكومة اللي في صنعاء أنه نوفر أكبر قدر من السيولة. إن كان المجتمع الدولي سكت وتغاضى الطرف ومش الحال، اعترفوا بالعملة الإلكترونية، خلاص يمشي يثبت الموضوع، بالتالي سيكون على اليمن ككل، لأن المجتمع الدولي لا يتعامل مع اليمن دولتين، يتعامل مع اليمن دولة واحدة، يتعامل مع البنك المركزي واحد، يتعامل مع عملة واحدة، فهذه أمور واضحة. تمام؟ إن كان مع أي بنك مركزي يتعامل؟ مع أي يتعامل مع بنك واحد، هو لا يعرف تابع صنعاء تابع عدن، ما يهمه المجتمع الدولي. هنا الإشكالية. بس المشكلة الآن في صنعاء وفي عدن، فهو يتعامل مع في عدن يتعامل معهم إذا كان عدن تواصلوا معه، وإذا تواصلوا معهم في صنعاء بيتعامل مع صنعاء. عدن مشكلته الآن إنه نقل الحكومة الشرعية لكن على الواقع غير موجود. قرار سيادي لكن المجتمع الدولي لا يتعاطى مع بنكين. يتعامل مع بنك واحد. حسابات اليمن لدى الخارج لدى بنك مركزي واحد، وبالتالي المواطن اليمني الآن إذا حب يعمل مع الحكومة الشرعية يروح من خلال عدن، إذا أراد أن يتعامل من خلال صنعاء يتعامل مع صنعاء. نفس الشيء المجتمع الدولي، يعني يتعاملون مع الوضع على أنه دولتين. طيب نعود للسؤال، العملة الإلكترونية أي دولة تعاملت بها؟ ماذا عن التجارب التي تم التعامل بها والظروف التي يفترض أن تكون متوفرة ليتم التعامل بها؟ هل بلد كاليمن في ظل هذا الوضع وهذه الحرب ممكن أن يتم التعامل؟ بالنسبة للعملة الإلكترونية بشكل عام يسمى بالإنجليزي الكريبتو كرنسي، هو قائم على بلوك تشين. هذا التحديث الذي حصل عالميا هو يتعلق بالدول المتطورة مستقرة اقتصاديا، التعامل مع التكنولوجيا شيء مرغوب، عملة إلكترونية بحد ذاتها شيء طيب أنه الدولة تبتكر أنه تكون عندها عملة إلكترونية، لكن اليمن من الدول غير مؤهلة أن تقوم بهذا الموضوع في وضع استقرار، ما بالك في وضع غير مستقرة. فهي منطقيا كعملة إلكترونية وجودها كفكرة أو كنظام جديد ما عليها غبار، لكن أنها تكون باليمن وبهذا التوقيت ومن خلال هؤلاء الموجودين في صنعاء مثلا كحكومة، هذا يعتبر أنه هناك قلت لك موضوع سيادي أكبر من حجم اليمنيين، في أيدي خلفية وراء الحكومة تم التنسيق معها، وبالتالي يجب على الحكومة الشرعية التنسيق معها والتواصل معها لمعرفة حقائق الأمور واتخاذ الإجراءات اللازمة فورا، وإلا هذا يعني أنه سيتم اعتماد هذه العملة، إذا تم اعتماد هذه العملة سيؤثر على العملة الحقيقية الموجودة لليمن، وبالتالي سيؤثر على الاقتصاد بشكل عام. طبعا المجتمع الدولي بالوقت الذي هو أيضا ما يريد اليمن ينهار بشكل كلي، يعني وضعوا اليمن في حالة عدم استقرار، لا هي في حالة سلم ولا هي في حالة حرب. نفس الشيء من الناحية الاقتصادية، لا خلوا الولد تنهار بشكل يصبح الريال بمئات الآلاف، ولا أنه خلوا البلد عملتها قوية، جعلوا الوضع تحت أيدي خلينا نقول طرف يمني، لا أريد أن نسمي هذا الطرف، هذا الطرف ينفذ أجندات خارجية، وهذه الأجندات تخدم فئة معينة من الخارج لمصلحة معينة لفترة معينة. سمي يا دكتور عادي شو المشكلة؟ لأنه المشكلة أنا ما أريد أنه أحمل طرف على مسؤولية الطرف، لأن الكل غلطان، حتى الحكومة الشرعية عندها إشكالية بسبب أنها غير قادرة على التعاطي مع الموضوع. يعني المسؤولية مسؤولية الطرفين، مسؤولية من تقصير من الجانب الذي في حكومة صنعاء، مسؤولية الكل يمنيين، والكل يحب اليمن، والكل يتكلم باسم اليمن، والكل يريد أن مصلحة اليمن، لكن كل واحد عنده مشروعه الخاص، والمجتمع الدولي يتعامل مع الطرف الذي حقق له مصالحه. دكتور أنت يبدو لك أنه من في صنعاء ومن في مع الشرعية الجميع يحب اليمن؟ طبعا الكل يحب اليمن والكل يدعي هذا الكلام، لكن جيب لي إثبات، الذي يقول غير هذا الكلام يجيب إثبات، فما في واحد سيدعي أنه يحب اليمن هو يحارب اليمن، الكل يعمل من أجل اليمن هو يحارب اليمن. يعني حتى الأطراف التي داخل صنعاء واللي تسببت بالجرائم والمشاكل لو أجد تكلمه بيقول لك إحنا من أجل اليمن وندافع عن اليمن. تقول أن الخارج واليوم الإقليم المتحكم بالملف اليمني
لم يترك للاقتصاد ينهار ولم يضبط الوضع. نعم. سأعود لأسألك، هل هو قادر على ضبط الوضع ومعالجة الوضع الاقتصادي والحد من تدهور ونزيف العملة؟ لكن بعد أن نذهب للأستاذ عبد الواحد العوبلي الباحث في الشأن الاقتصادي، أستاذ عبد الواحد، هل اليمن مؤهل الآن للعملة الإلكترونية؟ يقول الدكتور شهاب بفكرة جيدة وممتازة أن يتم التعامل بها، لكن لا الظروف، لا استقرار، لا إنترنت، لا عوامل كثيرة موجودة حتى نتعامل بهذه الفكرة. ما رأيك وما الهدف منها في هذا التوقيت؟ وكان أشار إلى نقطة أنه ربما هي تجربة يريدها الحوثيون، وأن هناك ربما ضوء أخضر من المجتمع الدولي لتمرير هذه الفكرة، وإذا تم اعتمادها فهذه تعتبر نقطة إيجابية لصالح الميليشيا ولتثبيت حكمها. والله أنا في تصوري الشخصي إنه هذه ما هيش عملة إلكترونية نهائياً، ليست بيتكوين ولا كورتكوين زي ما قال الدكتور، هي فقط أداة من أدوات الدفع عبر تطبيقات. التطبيقات هذه موجودة من سنوات. أنت في النهاية العملة هي الريال اليمني، أنت بتدفع ريال وبتأخذ مقابله رصيد ريال يساويه في القيمة والمقدار. فالموضوع في الأخير هو عبارة عن أداة من أدوات الدفع، بدل ما بتدفع كاش أو بتدفع عبر شيك أو تحويل بنكي أو تستخدم بطاقة الفيزا كارد أو الماستر كارد، أنت بتدفع عبر التطبيق، وهذه التطبيقات موجودة في كل العالم. لكن ليست الموضوع ليس عملة إلكترونية وبيتكوين وكورتكوين والمسائل هذه، بحكم أنه الموضوع الحوثيين اعتمدوا على تطبيقات خاصة بالدفع، وسيلة من وسائل الدفع، وتطبيقات موجودة من سنوات وتستخدم كأداة من أدوات الدفع، ليست بتكوين خالص. لكن إذا افترضنا النظرية اللي بيتكلم عنها الدكتور، فبالتأكيد اليمن غير مستعدة، هو لا من الناحية الفنية من ناحية وجود الإنترنت، ولا من ناحية إنه أصلا الميليشيا مؤهلة قانونيا وفنيا لاستحداث هذه العملة، يعني اللي هي أصلا مش مقبولة لسه في كل العالم يعني. فالموضوع أتصور يمكن إنه نذهب مع نظرية الدكتور العزعزي، إنه في تواطؤ من المجتمع الدولي مع الحوثيين، وهذا واضح، يعني واضح في العمل الإنساني الحاصل، والأغلب المساعدات اللي بتذهب لصالح الحوثيين في داخل مناطقهم، وهم اللي أكثر من بيستفيد. بالإضافة طبعا إلى شغل المبعوث طيب، هل الدولي يمكن عبد الواحد أن يمر هذا الموضوع ويتم التعامل بهذه العملة الإلكترونية؟ لكن إجمالا أنا لست مع الطرح الذي يقول إنه هذه عملة، هذه ليست عملة، هذه وسيلة من وسائل الدفع. لا يمكن، بحكم إنه البنك المركزي في عدن والحكومة الشرعية هم المخولين قانونيا والمعترف بهم دوليا لدى المؤسسات المالية الدولية لإصدار عملات والتعامل مع المؤسسات المالية في العالم والبنوك لإصدار هذا النوع من العملة، التي أصلا قلنا أنها لا يزال استخدامها محدود حول العالم. أنت تقول أن البنك المركزي في عدن هو الجهة المخولة اليوم بالتعامل مع المؤسسات النقدية الدولية. الدكتور شهاب العزعزي ضيفي هنا في الاستوديو يخالفك الرأي، يقول أن المجتمع الدولي والمؤسسات النقدية الدولية تتعامل مع الطرفين، مع من في صنعاء ومن في عدن. المؤسسة الدولية أولا لا تتعامل، يعني بشكل عملي لو قلنا مثلا أنه إحنا عندنا حوالي ما بين 2 إلى 3 مليار دولار تصل إلى اليمن كمساعدات بشكل سنوي، هذه المساعدات لا تأتي لا إلى صنعاء ولا إلى عدن. المنظمات الدولية، بتكلم أنا مثلا عن مؤسسات الأمم المتحدة، هذه المؤسسات تحتفظ بهذه الأموال
خارج نطاق حدود الجمهورية اليمنية في بنوك خاصة بها خارج اليمن، ولا يرسلون إلى اليمن إلا مقدار المصاريف البسيطة أو الإيجارات أو رواتب موظفيهم داخل اليمن، ويتم مصارفتها حتى عبر بنوك تجارية والدفع إلى موظفيهم أو مقاوليهم المحليين، لكن عملية الشراء موظفيهم الدوليين الكم أو الجزء الأكبر من هذه الأموال تبقى في بنوك خارج اليمن، وهم لم يعطوا الثقة لا للنظام في صنعاء ولا للحكومة الشرعية، ولا كان من الطبيعي أصلاً إنه مثلاً الحكومة الشرعية تستفيد من هذا الكم الكبير من العملة الصعبة أن يتم مصارفتها عبر البنك المركزي بحيث أنه يحصل ضخ لعملة أجنبية لليمن ويتم مصارفتها عبر البنك المركزي، ومن ثم هذه المنظمات تصرف على مستفيديها وعلى منظماتها الشريكة في الداخل عبر الدفع بالريال اليمني، وبهذه الطريقة يكون الاقتصاد استفاد من هذا الكم من العملة الصعبة وتم دعم العملة المحلية، لأنه في مشكلة بتكون في مدى وجود وتوفر العملة الصعبة داخل السوق طيب اليمني. انقل هذه النقطة لضيفي في الاستوديو الدكتور شهاب، لماذا لا يتم دعم الحكومة بهذه الميزة من قبل المجتمع الدولي والمنظمات التي تقول أنها تدعم اليوم الحكومة الشرعية فيما يخص العملة الصعبة على الأقل التي تدخل إلى البلد، لماذا لا تتم من خلال قنوات الحكومة الشرعية؟ المجتمع الدولي هي تقود أمريكا، أمريكا ومعها ال5 دول العظمى التوب فايف اللي يسمى مجلس الأمن لا يتعاطون مع الموضوع إلا بمصالح. يبدو أن أمريكا تتعامل مع الجانب اليمني كما تتعامل مع إيران. أمام المجتمع الدولي هي ضد إيران، وفي الحقيقة بينها وبين إيران مصالح مشتركة، يعني عملة ذات وجهين. مثل ما تتعامل أمريكا وإسرائيل، أمريكا وإسرائيل ما في فرق بينهم، عملة ذات وجهين. نفس الشيء اليمن، اليمن الحوثيين موجودين في داخل اليمن، تتعامل معهم أمريكا أمام المجتمع الدولي أنها ضد الحوثيين، ضد مع الشرعية، لكن في الحقيقة في بينهم تعامل. مدى هذا العلاقات، مدى هذا التعاون، هذا موضوع آخر. يبدو أن المجتمع الدولي بقيادة أمريكا لم يجد طرف يمني يعني لا يثق بالحكومة الشرعية، ولم يجد طرف يمني بديل يستطيع أن يضع مصالحه في اليمن من خلالهم. إلى اليوم هو يتعاطى مع الحوثيين، وبالتالي لا يمكن أن يدعم الطرف الشرعية بشكل كامل، فهو يضع ماذا لو الصراع. ماذا لو تم هذه المبالغ تمت مصارفتها من خلال الشرعية، ما الذي سيتغير؟ سيتغير الوضع، الاستقرار على الواقع. أول ستعود الحكومة الشرعية، الأصل أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يعودون إلى اليمن يزاولون عملهم، ستكون هناك عمل مؤسسي على الواقع، ستبدأ تكون الحكومة اليمنية لها وجود على الواقع وتأثير على الواقع. لكن هم يبدو أن عندهم ضغوط الحكومة الشرعية، ويعرفون أن هناك عليهم ضغوط، ولم يأتي الضوء الأخضر للعودة إلى اليمن ومزاولة النشاط. يبدو أن هناك تعليمات أنه لم يحان الوقت المناسب، سيكون هناك لحظة من اللحظات قريبا، يبدو أنه المسرحيات قلت لك قربت على الانتهاء، يبدو أنه في لحظة من اللحظات القادمة سيعطوا الضوء الأخضر للحكومة اليمنية أنه خلاص ارجعوا. ليش؟ لأنه بيكون قد الطرف الحوثي صار قوي، صار مكون من المكونات، وصار له كل الأجندة الذي ممكن من خلالها تنفيذ مخططات الخارج في اليمن، وبالتالي سيكون شريك استراتيجي لبناء اليمن الجديد. طيب من تداعيات دكتور قرارات الحوثيين، صدر اليوم قرار من البنك المركزي في عدن للبنوك والصرافين، هذا القرار يطلب منهم عدم التعامل مع القرارات الحوثية. أولا تعليقك على هذا القرار وإمكانية الاستجابة إليه من قبل البنوك والصرافين المتواجدين في مناطق وتحت سيطرة الحوثيين. بالنسبة للمواطنين هم مساكين، يعني المواطن اليمني في الأخير هو ضحية الطرفين، لأنه هو يتعامل مع وجوده في المنطقة الجغرافية. فالبنك له فروع، على سبيل المثال أي بنك من البنوك له فروع، موجود فرع في صنعاء وفرع في عدن وفرع من هذا. المناطق اللي تخضع للشرعية تنفذ له تعليمات الشرعية، الحكومة الشرعية بقيادة البنك المركزي في عدن، والفروع التي تخضع للحكومة في صنعاء يخضع لتعليمات البنك في صنعاء.
هكذا يعني نحن نتعامل. طيب إذا ما قيمة قرارات الحكومة الصادرة اليوم من خلال البنك المركزي؟ تأثير جزئي في إطار المناطق التي تخضع لسيطرتها فقط. هي بشكل مباشر كانت موجهة لمن يخضع لسيطرة فقط، ما في حل يعني، حتى لو كان، لأنه الحوثي ما يسمع الكلام، الموظفين اللي تابعين للحكومة الشرعية يسمعوا التعليمات للشرعية، والموظفين اللي تابعين لصنعاء يسمعون كلام تعليمات صنعاء. احنا عندنا حكومتين، عندنا دولتين، عندنا رئيسين، عندنا، هذه مشكلة على أرض الواقع. وبالتالي نتكلم في قضايا من ناحية الإعلامية شيء، وعلى أرض الواقع شيء آخر. احنا لازم نعالج الموضوع بشكل واقعي ومنطقي. الجانب الاقتصادي انا احاول دائما اتكلم من ناحيه اقتصاديه كخبير متخصص، وابتعد عن الجانب السياسي، لكن الموضوع مشتبك ولا يمكن انك تفصل عن الجانب السياسي. الجانب السياسي مرتبط بالاقتصاد، والاقتصاد مرتبط بالسياسه. الموضوع طالما وصل للاقتصاد المتعلق بالعمله، معنى الموضوع الان وصل لمناطق حرجه، وتاريخ التوصل لحلول قد يكون قريبا إذا استطاعت الحكومة الشرعية أن تكون لها دور كبير في المجتمع الدولي، وتستطيع أن تفتح الأبواب على المفتوح على مصراعيه، تجلس في طاولة مفاوضات مع أمريكا، مع إسرائيل، مع إيران، ما يمنع تجلس معهم. ماذا تريدون منا بالضبط؟ ما هي مصالحكم في اليمن؟ ويصلون إلى نقاط مشتركة ويتوكلوا على الله يبدأوا. أما هكذا بهذا الشكل لن يصلوا إلى قل. إحنا اليوم في تاريخ نهاية 2019، وأنا بذكرك إذا ما سمعوا الكلام اللي يقوله الآن وبدأوا، وهذا كلامي موجه لكل المسؤولين في اليمن بما فيهم ابتداء من رئيس الجمهورية إلى رئيس الحكومة إلى المتخصصين، كل الأشخاص حتى الذين هم مغتربين خارج اليمن، حتى رجال الأعمال لهم ارتباط بالاقتصاد، حتى الذي يقول أنا سلبي وما لي علاقة وأنا هذا في بزنس، وأنا الكل متضرر، الكل كان جزء من المشكلة، والكل يجب أن يكون جزء من الحل. أي واحد سيتخلى عن دوره في المرحلة الحالية في الأخير هذا يخدم المشروع الخارجي باختصار شديد، وأي كلام غير هذا الكلام لن يتغير الوضع في اليمن، سيبقى الوضع كما هو عليه. سأعود لك أستاذ عبد الواحد، تعليقك على القرار الذي صدر من البنك المركزي في عدن اليوم. والله هو القرار يعتبر موقف مسؤول من البنك، وبيان مهم لتقنين أو لخلق إطار قانوني لما ممكن أن يقوم به الصرافين أو البنوك لوقف عبث الحوثيين. لكن حتى في أرض الواقع الأرقام من الميدان أو من صنعاء تقول أن نسبة الاستجابة للحوثيين تقترب من الصفر، بحكم أنه لا أحد يثق بهم لاستبدال ما لديه من أموال بالعملة بالريال الإلكترونية أو بطريقة الدفع إلكترونيا زي ما ذكرنا سابقا. فهذا التحذير الذي أصدره قطاع الرقابة على البنوك يعني هو فقط إجراء روتيني، لكن عمليا لن يستطيع الحوثيين تعطيل وصول هذه العملة الجديدة إلى المواطنين، وحكم أنهم جربوا قبل كذا في كل مرة يتم طرح جزء من العملة الجديدة المطبوعة ولم يتمكنوا، لكن هم في كل مرة بيحاولوا أنهم يستغلوا هذه الفرصة لابتزاز الناس و السطو والأخذ أموال الناس بالباطل. طيب تقول أستاذ عبد الواحد أن مدى الاستجابة صفر من قبل المواطنين، وأنه لا ثقة اليوم للمواطنين بالإجراءات التي تفرض من قبل الحوثيين، لكن ماذا عن البنوك والصرافين الذين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؟ هل سيستجيبوا لقرارات الحكومة؟ هل هم قادرين؟ هل لديهم إمكانية الاستجابة لهذه القرارات؟ مبدئيا هم عمليا الآن هو في اللي حاصل كله في البلد اقتصاد موازي، ليس البنك المركزي في صنعاء أو البنك المركزي في عدن هو من يسيطر على حركة السيولة داخل البلد، حتى فيما يتعلق بأسعار الصرف كلها تتم عبر الاقتصاد الموازي الذي يسيطر عليه شركات الصرافة والبنوك
ولو بجزء أقل، فبالتالي لن يستطيع أحد إجبار، أو لن يستطيع الحوثيين إجبار شركات الصرافة والبنوك على تسليم ما لديهم من نقود. وقد حاولوا قبل كذا، حاولوا بالاعتقال وبالحجز مسؤولي هذه الشركات وأصحابها، ولكن كل جهودهم باءت بالفشل، إلا من بعض الأموال التي قدروا أنهم يسطوا عليها وينهبوها بالقوة وبقوة السلاح. لكن يظل هناك أغلب السيولة الموجودة اللي بيتعاملوا معها بيتم الاحتفاظ بها في أماكن خاصة بهم، وهم بيقوموا على حمايتها وعلى تأمينها بأنفسهم. فأتصور أنا قدرة الحوثيين على تطبيق قرارهم باستبدال النقود الجديدة غير لن يكون لن ي... أو لن يلقى أي نجاح. طيب سأعود لكم ضيفي في الاستديو خصوصا أخي الأستاذ عبد سامي، أن الواحد بكوالمبو. العملة القديمة المتداولة في السوق حاليا تقريبا 80% منها تالف، وبالتالي استبدالها بعملة جديدة يعني موضوع طبيعي يعني. نشارك معنا بالنقاش من مأرب الزميل الصحفي نبيل صلاح، وهو صحفي في مركز العاصمة الإعلامية. أهلا بك أستاذ نبيل. أهلا وسهلا بكم، مساء الخير. بداية، برأيك ما هي الآثار المحتملة اليوم على المواطنين وهم المتضرر الأكبر ربما في ظل وضوء منع الحوثيين للتعامل بالعملة الجديدة؟ نعم، أولا أهلا وسهلا بكم. طبعا هناك آثار وانعكاسات سلبية بدت ظاهرة من خلال اليومين الماضيين بعد أيام من قرار ميليشيات الحوثي بمنع تداول الفئات الجديدة من العملة الوطنية. هذه الانعكاسات تتمثل في حالة من الاضطراب في السوق، عدم قدرة المواطنين على الحصول على الخدمات والسلع بسبب إصرار التجار أو يعني وسائل المواصلات، كل القطاعات، عدم الامتناع عن التعامل بالفئات الجديدة خوفا من بطش ميليشيات الحوثي وتعرضهم للنهب بذريعة هذا القرار. وبالتالي هذا الأمر خلق حالة من الاضطراب، المواطنون لا يستطيعون الحصول على السلع، لا توجد لديهم سيولة نقدية، هناك شحة في السيولة من الفئات القديمة من العملة، أيضا الفئات القديمة هي تالفة وغير صالحة للاستخدام. هذا القرار هو يهدف إلى نهب مليارات الريالات من أموال المواطنين والتجار والشركات والمصارف، وهو امتداد لما قامت به ميليشيات الحوثي منذ منتصف 2018 عندما قامت بمصادرة ملايين الريالات من الفئات الجديدة من العملة، ثم قامت بالشراء يعني اشترت بهذه الأموال عملة صعبة من خارج السوق المصرفية التي تسيطر عليها، وبالتالي هذه عملية فساد ونهب منظمة لأموال الناس. كما ذكرت لك، الوضع هناك اضطراب في السوق وكساد أيضا في النشاط التجاري والمصرفي وحالة من الاضطراب خوفا من تعرض الأموال للنهب، و لا يوجد أيضا سيولة، الميليشيات لم توفر سيولة من الفئات القديمة من العملة، وهي أيضا ما توفر منها أصبحت تالفة وغير صالحة للاستخدام في السوق المصرفية والتجارية وفي التداولات. طيب، المواطنون يعانون كثيرا هذه الأيام وينتظرون حلول عاجلة لهذا الوضع الخطير. ويبدو أن لا حلول قريبة في الأفق، لذلك ما هي البدائل التي يمكن أن يلجأ إليها المواطنون؟ إلى حد ما الميليشيات ستصل إلى طريق مسدودة، هي لا تهدف إلى تنفيذ القرار تنفيذا صارما، ولكنها تهدف إلى نهب ما يمكن أن تنهبه من أموال الناس بذريعة هذا القرار، ثم ستلجأ للتعامل مع الوضع القائم ويعني فيما بعد، وبالتالي تقوم
تصريف الأموال من الفئات القديمة خلال هذه الفترة، ونهب أموال من الفئات الجديدة وتشتري بها في عملة صعبة، ثم تستثمر بها استثمارات في الخارج وفي الداخل أيضا، وبالتالي تكون قد حققت هدفها من هذا القرار، ثم تعود من جديد. لأنها لو كانت جدية في تنفيذ هذا القرار كانت مضت منذ منتصف 2018 عندما بدأت تنفيذ الحملة النهب بالذريعة وبالحجة نفسها، ثم تغاضت عن الأمر بعد أن تم النهب وتم لن تصل إلى طريق نهائي ولن تنفذه بشكل صارم، لأن كل يعني الوضع واضح أنه لا يمكن تنفيذ هذا القرار بشكل نهائي. أشكرك جزيلا نبيل صلاح الصحفي في مركز العاصمة الإعلامي، كنت معنا من المغرب. دكتور شهاب، ونحن نبحث عن ما الذي يمكن ويفترض على الحكومة والواجب عليها القيام به لوقف ومنع تدهور الوضع الاقتصادي والعملة، هي أشارت إلى نقطة أنه ربما هذه الإجراءات الحوثية قد تؤثر على قدرتها في تسيير أمور وصرف المرتبات. لا، إذا كان الحكومة واجب أول شيء يتأكدون من قضية الوضع العملة، هل هي كما ذكر الضيف في ماليزيا مجرد أداة دفع وليست عملة، الموضوع يختلف ويتدرس من ناحية اقتصادية وفنية، وبالتالي السياسة النقدية ستكون خاصة باليمن، موضوع داخلي. أما إن كانت هناك عملة إلكترونية حقيقية تم الاتفاق والتصدير، والموضوع داخل شغل كبير جدا ومجتمع دولي وداخل فيه الدول وصندوق النقد الدولي البنك الدولي، موضوع ثاني. هذه أول شيء تدرس الحكومة، وزير المالية واللجنة الاقتصادية تدرس هذه المسألة وتبين للناس وضعية الجانب هذا، ثم بعد ذلك تتحرك في تحركات دبلوماسية أيضا في قضية الاعتمادات المتخصصة في التعامل مع البنك المركزي الذي في عدن، والتواصل مع المجتمع الدولي والحسابات الدولية، سواء كانت مساعدات سواء كانت حسابات بنكية، أنه من خلال التعامل مع البنك المركزي في عدن وليس في صنعاء، تحركات دولية تتم أيضا بهذا الشأن. النقطة الثالثة، يتم عملية تنسيق ما بين الحكومة الشرعية وحكومة صنعاء بأي طرق يتفقوا عليها، يمنيين فيما بينهم يجلسون. وكان هناك محاولات بذلت لقاءات في الأردن على ما أعتقد. أي لقاءات ستنفع، لقاءات شخصية سرية على مستوى موظفين على مستوى البنك المركزي، المهم يوجدون آلية تنسيق مشترك لحماية الوضع الاقتصادي، ويكون يمني يمني بحت ومن أطراف متخصصين، وإيجاد حلول مشتركة لحماية الأثر الكارثي الاقتصادي الذي يمس الكارثة الإنسانية للمواطن اليمني، لمعالجة الوضع الإنساني والسيولة وأيضا القوة الشرائية إلى آخره. رابعا، يتم عملية تنسيق فيما بين اليمنيين أنفسهم، الكل يشترك مع الحكومة، لأن هذه ليست مسؤولية حكومة، هذا أيضا يحتاج وعي من المواطنين وتكاتف. المسؤولية مسؤولية مجتمعية مشتركة، رجال الأعمال والقطاع الخاص له دور كبير لأنه المتضرر كبير جدا في الموضوع. ما الذي يفترض أن يقوم به؟ يعني يتحركوا على مستوى رجال الأعمال والقطاع الخاص، يكون لهم موقف واضح إزاء هذه العملية، ويحددون موقفهم إما مع الطرف الشرعية وماذا يتصرفون، أو مع الطرف الآخر وماذا يتصرفون، أو يشتركون من الطرفين يوجدوا حل مشترك، لأن البنوك متضررة، الصرافين متضررين، رجال الأعمال، المستثمرين، النافذة الدولية، التواصل الخارجي، الاعتمادات، كل شيء مرتبط بالعملة، ما في شيء مفصول عن آخر، ما في إلى حاجة. إلى أي أفق سنذهب؟ حجم التضرر وحجم التأثير؟ الأفق يعني مفتوح لدرجة أنه ممكن تنهار البلد بالكامل، ولا يمكن الاستمرار الأيام القادمة، يمكن يصير في كارثة إنسانية. وإذا كان يعني مجرد مسرحيات زي ما قلت لك، يعني مجرد يعني زي ما قال الضيف يأخذوا فلوس كما يستطيعوا بالأخير يتركوا الموضوع، هذا موضوع آخر، ويبدو أن الموضوع مسرحيات. فنحن سنعرف هذا. أنا ردا على سؤالك، ما هي الحلول والواجبة من تجاه الحكومة الشرعية؟ فالحكومة الشرعية من خلال تحركاتها مع المجتمع الدولي، مع دول التحالف، مع البنوك الدولية، مع الوضع الداخلي، بتكتشف هل هي مسرحية مؤقتة أم هي وضع اقتصادي جديد لليمن. طيب نسمع وجهة نظر عبد الواحد من ماليزيا. عبد الواحد، بالنسبة لك ما الذي يفترض للحكومة، والحكومة ماذا بقدرتها فعله، وهل تعتقد أنه بدأت تحركات المسؤولين سواء في اللجنة الاقتصادية أو في البنك المركزي التابع للشرعية؟
هو شوف زي ما طرح الدكتور العزعزي، الموضوع الاقتصادي او الملف الاقتصادي هو مرتبط بشكل كبير مع السياسة. واحنا لو نظرنا للمشهد من منظور بانورامي زي ما يسموه، حنجد انه الحكومة الشرعية اصلا غير مسيطرة على اقتصاد البلد. الاقتصاد اليمني تسيطر عليه دول التحالف، وهي عمليا من تقرر متى يصبح جيدا ومتى ينقص ومتى يزيد، بحكم ان حتى هذه اللحظة وبعد اكثر من لنقل 3 سنوات او 4 سنوات من استعادة الجزء الاكبر من مساحة الجمهورية اليمنية و استعادة مناطق إنتاج النفط والغاز المسال، لحد الآن الحكومة غير قادرة على استعادة مواردها السيادية من نفط وغاز، وغير قادرة على التحكم والسيطرة على موانئها ومطاراتها ومنافذها، وغير قادرة على تحصيل إيراداتها من ضرائب وجمارك. وبالإضافة إلى ذلك لديك فساد مستشري يلتهم الموازنات الموجودة والأموال الموجودة في جيوش وهمية وفي موظفين لا يعملون يتقاضون بالدولار موجودين في الخارج ولا يقومون بأي مهمة لصالح البلد، وهناك أكثر من 500,000 موظف لا يستلمون مرتباتهم، وبالتالي الحكومة أصلا غير مسيطرة على الوضع الاقتصادي. كل الحكاية هي بالنسبة لموضوع العملة أنها طبعة شوية عملة، وطبيعي بحكم الدورة النقدية وحركة السيولة داخل البلد هي ستصل لأي مكان. لكن ما نشاهده حاليا أنه في دخول أو في توجه نحو، لا أعرف إذا كان توجه التحالف أو توجه من قبل الحكومة، نحو لنقل سعودة العملة داخل اليمن. أصبح الريال السعودي وحتى الدولار الأمريكي يتم التعامل بهم. أنت الآن ربما في عدن أو في مناطق في جنوب اليمن أصبحت تستأجر بيتك بالريال السعودي، وبتدفع قيمة المشتريات الكبيرة، نقول سيارات، نقول أجهزة، كلها بالريال السعودي أو بالدولار الأمريكي. عمليا أصبح الناس لا يثقون بالعملة المحلية بسبب التقلب الحاصل، وبسبب انه هو يعرف انه العملة اليوم مثلا ب 500، بكره حتكون ب 600، ممكن بعده تكون ب 1000. طيب عبد الواحد، انا مضطر وكأن لقطعتك الامور تسير نحو انه وانقل هذه نصبح النقطه مثلا الاخيره فيما تبقى بكليمنا من وقت الدكتور العملة شهاب تكون العزعزي، شكلية ولانه هناك والعملة تاخير في الصوت، الحقيقية فانا بيتم اشكرك التعامل جزيلا على معها هو مشاركتك معنا الريال اليوم او الدولار في حلقه المساء اليمني. شكرا الامريكي. جزيلا لك عبد الواحد، وستكون لنا لقاءات اخرى ايضا على شاشه بلقيس. في الختام، تعليقك على هذه النقطه التي اشار اليها عبد الواحد، انه فقدان الثقه بالعمله المحليه والتعامل ربما بالريال السعودي والدولار. وايضا نختم بالنقطه التي كنت اشرت اليها في بدايه حديثك، انه هناك تلاعب يتم الآن، لا تركوا الاقتصاد ينهار ولا عالجوا الاقتصاد، هل هم قادرين على إعادة الأمور إلى ما كانت عليه، أنه يعود 250-215 الدولار بالريال اليمني وتضبط الأمور أكثر؟ طبعا هم قادرون، بس منهم تقصد اليوم قادر المجتمع الدولي طبعا قادر، هي مسألة إرادة. لو أرادوا إنهاء كلفتها ما هي؟ هل ولا في أي كلفة، هي كله أدوات التحكم الاقتصادي بالخارج وليس في اليمن. ما الذي سيفعله؟ ما هي الإجراءات التي ستعمل؟ ستكون في ضخ سيولة بمقدار التضخم اللي حاصل، توفير سيولة ودعم، اعتمادات معينة، ترتيب استقرار معين أمني اقتصادي، ثم بعد ذلك سيتم إعادة الأمور كما كانت عليه في الرقم الذي ممكن يكون منطقي، ثم تحسن الوضع تدريجيا إلى أن يصبح الرقم كما كان سابقا. كم سيضخ؟ لأن هناك حالة نهب للعملة. حتى لو ضخوا كم ما ضخوا، القضية أنه الأزمة ليست أزمة حقيقية، أزمة مفتعلة. الوضع الاقتصادي في اليمن أزمة لا دولة، فوضى، لا يوجد سياسة نقدية، فالتضخم والأسعار الموجودة هي ليست حقيقية، هي كلها بأيدي أدوات خارجية، والتحكم حتى يمكن يكون التحكم موجود فيه ينبغي أن يكون نفس الذي تحكموا في البداية هم الذي يحلوا المشكلة. التدخل الخارجي لازم مع الحكومة الشرعية بالتعاون مع بعض، لا يستطيع الحكومة الشرعية أن تحل المشكلة لوحدها باختصار شديد،
ولا يمكن أن يتم معالجة الجانب الاقتصادي بدون الجانب السياسي باختصار شديد، ولا يمكن حل المشكلة بشكل جذري إلا من خلال التنسيق مع الخارج وإيجاد مصالح مشتركة مع الطرف الخارجي، واللاعبين الدوليين هم عارفين أنفسهم. أنا ما أريد أسميها. وين نذهب بتجار الحروب والناس؟ تجار الحروب لهم مصلحة سنتهي خلاص، حققوا مصالحهم. أنت تجار الحروب ليس مدى الحياة، هي مسألة متى ما تحققت المصلحة. يقول لك دكتور البحر يحب الزيادة. لا لا، في طريقة أخرى إنه يستقر الوضع في اليمن، لو وجدوا طرف يستطيع أن يحققوا مصالحهم معه في اليمن بينسقوا معاهم وبيستقر الوضع وخلاص يا جماعة اتفقوا ويجلسوا مع بعض زي ما عملوا في الحراك الجنوبي. أخذ نسبة 50% من الجنوبيين 50% من الشماليين، نفس الشيء بيكون بعد فترة بتسمع أنه خلاص يا جماعة جلسوا مع بعض أنتم يمنيين وحصل خير وما فيش مشكلة، والتعليمات من الخارج وكل الدماء وكل المشاكل هذه راحت على الفاضي. أشكرك جزيلا شهاب العزيزي، شكرا جزيلا لك مستشار مالي وخبير اقتصادي، شكرا لك. شكرا. وأيضا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقة من المساء اليمني، في الغد حلقة جديدة في أمان الله.